معركة الأمعاء الخاوية التي من خلالها سيدافعون الأسرى عن كرامتهم وعزتهم وعن كرامة أبناء هذا الشعب. قبل يومين ودعنا 12 شهيد في نابلس، جريمة بشعة ارتكبها قوات الاحتلال الغاشم. وقبل أقل من شهر تسارعت الدول العربية على التنديد بالعملية البطولية التي كانت في القدس الشريف، ولم نسمع في اليومين السابقين أي تنديد أو استنكار لا دولي ولا عربي بالمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال. لنا الله بإذن الله تعالى، نحن شعب جبارين، لن نكل ولن نلين بإذن الله. سنساعد الأسرانا وسنكون معهم ومع أهاليهم دائما وأبدا. وفي هذه الساحة وبوجودكم جميعا إن شاء الله سننصب خيمة العزة والكرامة والإسناد والتضامن مع أسرانا في حين وفي حال بدأوا بالإضراب المفتوح عن الطعام. لا يهمنا رمضان ولا صيام ولا غيره، إن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية. أما الآن مع كلمة أمين سر حركة فتح في مدينة تتلحم وفي محافظة تتلحم الأخ محمد المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا أهل الإباء والعزة، ذوي أسرانا، ذوي شهدائنا، ذوي مبعدينا، حضرونا اليوم في هذا المكان حيث بيعنا وودعنا وقاتل وابقى ورابط كل واحد فينا ومنا. اليوم نجتمع على عهد الأسود الرابطة خلف قضبان السجون، كما خرجتم بالأمس ليلة تلبية لنداء الأسود القابضة على الزناد في عرين الشهداء أسود العرين. اليوم نرسل رسالة من هذا المكان، رسالة العز والفخر، لا رسالة المتخاذلين والراكعين والمطبعين والمدجنين، رسالة المقاتلين والفدائيين الذين أرسلوا لكم رسالة من خلف السجون قائلين نحن على موعد مع المعركة، فإما النصر وإما النصف، مقبلين غير مدبرين. من قال لكم بأننا نخشى الموت أو الشهادة؟ من قال لكم بأننا خشينا حينما حملنا السلاح؟ خشينا ما حينما حكم علينا بتلك المؤبدات؟ من قال لكم بأننا وافقنا على أن نتخاذل أو نهادن؟ اليوم يا شعبنا، شعب الإباء والتضحية والفداء، هذا هو الوعد وهذا هو أوان الشد. أوان الشد فاشتدي وماتوا واقفين، ماتوا واقفين مقبلين، فما الحياة؟ هذا عهد كل أسرانا، كل مقاتلينا، كل فدائيين مهما اختلفت التسميات. رسائلهم وحدتكم أولا، وحدتكم تلك التي ستصنع المعجزة وتصنع النصر وتصنع النصر وتصنع النصر. رسالتهم الثانية، إن لم تستطيعوا أن تكونوا مثلهم فعلى الأقل كونوا معهم، كونوا معهم في كل ميدان، في كل حي، في كل شارع. لا تصدقوا أن أيديكم مكبلة وأن أفواهكم مغلقة، فليس بالسلاح وحده سنتحرر، بالسلاح، بالكلمة، بالحجر، بالوقفة، بكل شيء تستطيعون. إياكم أن تصدقوا بأننا مجموعة من العجزة، فهذا العجز الذي يريد من غفير وحكومته الفاشية زرعه
في قلوبكم أحيلوه غضبا، غضبا للأكرم، غضبا لمن ضحى، غضبا لمن صدق وليس لمن سبق. هذا وعدنا وعهدنا لأسرانا بأننا معكم في هذه المعركة، وإنها لثورة حتى النصر، حتى النصر، حتى النصر. لأسرانا يا أخوان في الشارع وداخلها على الساحة، لليوم الهادي عشر، وأسرانا يخرجون ملحمة بطولية. هذا الصمود الأسطوري يتوجب علينا أن نكون على قدر هذا التحدي وهذه المعاناة. قد تكون هذه الوقفات لا ترتقي إلى عظمات أسرانا، لكنها وقفات عز ووفاء لهم، وقفات لنؤكد لهذا العالم، هذا العالم الذي أصم وأعمى عن كل ما يحصل بحق أسرانا من تنكيل وقمع وإبادة، وهذا الخزان الذي يكرع لنقول أن غاية أسرانا لكل فصائل المقاومة هي ليست تحسين مطالبهم أو وجبة أو ماء ساخن، إنما هي لنيل حريتهم. هذا ما يرجوه أسرانا. نترك الكلمة مع طوق المحافظ يا أخي اللواء كامل حميد، فليتفضل. الرحمة لشهدائنا، تلك الدماء الزكية، تلك الأرواح الطاهرة التي ترتقي، الحرية والكرامة لعصر الحرية لعصرنا الأبطال خلف القضبان، والعودة لمبعدينا والشفاء لجرحانا، والتحية كل التحية لشعبنا، شعب المقدسات، شعب الكرامة، شعب الحرية والاستقلال، لأهلنا في جنينة ونابلس، في القدس والأغوار، في غزة، في كل المواقع. من هنا من مهد السيد المسيح نبعث برسالتنا إلى أسرانا الأبطال، وهم يقدمون الآن على معركة الأمعاء الخاوية، يقررون خوض هذه المعركة من أجل الحفاظ على كرامتهم وكرامة شعبنا وحريتهم. يخوضون هذه المعركة القاسية الصعبة المؤلمة، معركة الجوع، معركة الألم والمعاناة والليل الطويل، لا لشيء إلا من أجل أن تبقى كرامتهم في مواجهة الجلاد، هذه الطغمة الظالمة التي تحكم هذه الحكومة، حكومة الاحتلال. نقول لهم بأن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى وكل أبطالنا في كل مكان في الشتات وعلى أرض الوطن سوف يبقون موحدين صامدين في مواجهة هذه الغطرسة وهذه المذابح التي تشن بحق أبنائنا وشعبنا. أيها الإخوة، علينا بالوحدة الوطنية، علينا بتكاتف الجهود في مواجهة هذه المعركة الصعبة القاسية التي فرضها علينا الاحتلال، وعلينا توجيه كل الجهود
من أجل مواجهة هذا الاحتلال، لأننا وبعون الله قادرين على هزيمته وعلى نصر شعبنا ودحر هذا الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس. كل التحية والتقدير لكم، وأنتم تعتصمون هنا وترسلون برسالة طمأنينة وإسناد وعزة وكرامة من هؤلاء الأطفال الأشبال، هؤلاء الشباب والصبايا الذين يقفون الآن في ساحة المهد. إلى إخواننا وأبطالنا خلف القضبان نقول لهم نحن معكم في معركتكم القادمة وفي كل معارككم حتى تحققوا النصر والأهداف التي رفعتموها في مواجهة هذا الاحتلال والسجان. نقاتل منذ 100 عام وسيستمر شعبنا في حربه ونضاله وصموده حتى تحقيق أهدافنا، بل أهداف الأمة العربية، بل أهداف الإنسانية جمعاء. كل التحية والتقدير لكم، وإن شاء الله سينعم أسرانا بالهدوء والسكينة والحرية، وحتى يكون بين أهلهم إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لكم جميعا. شكرا لفضيلة المحافظ. مهما فعلوا من تنكيل وظلم ومن تضييق الخناق والتجويع والإذلال بحق أسرانا، فلن نلاقوا إلا مزيدا من الإرادة والصبور. كلما زاد القمع كانت السجون والأسرى مدرسة في النضال والمقاومة في وجه هذا السجان. لن يزيدهم إلا صمودا وانتصارا، وسينتصر الدم على السيف، وسننتصر الإرادة على هذا القيد. ونترك الكلمة إلى القوى الوطنية في محاولة الإطلاع من الأخ أبو علي الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحشد المبارك من الماجدات والأماجد، يا من تنتصرون للحركة الأسيرة الباسلة في ندائها الصادر عن لجنة الطوارئ العليا في باستيلات الاحتلال، مرحلة مفصلية يواجه فيها شعبنا العظيم بصموده وتشبثه بحقوقه الوطنية لانتزاعها من غول الاحتلال. فالنداء التاريخي للحركة الأسيرة يجسد بمضامينه أهداف الشعب كله في الحرية والتحرر والانعتاق، وإعلانهم العصيان على جبروت الاحتلال وظلمه وبطشه هو ردهم المزلزل، فإما الحياة وإما الحياة، هذا اختيارهم فلله درهم. فرغم معاناتهم وألمهم يصرخون في أقفاص الأسر ويهتفون للقدس أولى القبلتين، وقلوبهم على أهلها الصامدين، ويتغنون بحراك شعبهم المقاوم في المدن والأرياف الفلسطينية. أولئك الميامين يمثلون حقيقة هذا الشعب الأبي المتطلع للحرية، فهم أهل النخوة والحمية. سلام عليهم، وسلام على الأمهات الثكلى، وسلام على الحالمات بتحررهم. إن الله
الراهنة التي يسفح فيها الدم الفلسطيني أمام مرأى ومسمع الدنيا هو الضريبة وقربان الحرية. فالسلام المنشود على أرض السلام تصنعه التضحيات، والإيمان بعدالة الأهداف، وبها ولأجلها تبنى الوحدة الوطنية الجامعة. الحياة والحرية لأسيراتنا وأسرانا، وكأن نداءهم يغرد في ساحة السلام: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنثر فوق القمة الشماء. عاشت وحدة الحركة الأسيرة ولغم الشمل، والسلام من الله عليكم. شكرا على هذه الكلمات، وأترك الكلمة للأخ محمد صبح، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داري القلب والعينين، إن الجرح زائل، لا عتم الزنزانة باقي ولا قيد السلاسل. أهلنا في محافظتنا الباسلة، أهلنا في مدينتنا الشماء، أهلنا في مدينة السلام مهد عيسى عليه السلام، أهلنا في فلسطين بكل بقاعها وقراها مدنها ومخيماتها. أهلنا الفلسطينيون، يا لها من أيام صعبة، ويا لها من لحظات يجتمع بها دم الشهداء مع هات الأسرى، كيف لا؟ وها نحن اليوم ومنذ مطلع هذا العام البائس نودع شهداءنا بالجملة. نعد الأيام لكن عدد الشهداء أكبر، نعد الساعات لكن تضحيات الأسرى أكبر. هو عام قاتم منذ بدايته، كيف لا؟ ونحن نرى موتنا الممنهج، نرى هذه الترسانة العسكرية توزع الأدوار، دور في نابلس الصمود، ودور في جنين التحدي، وأدوار داخل زنازيني ومغتصباتي وباستيلاتي هذا المحتل. هناك داخل القصر موت بتواريخ، هناك داخل القصر أناس شهداء مع وقف التنفيذ، هناك داخل القصر هامات وقامات تنتظر أن يأتي دورها، بؤسا لهذا العالم وبؤسا لهذا الصمت، وحسرة وويلة وحزنا على ما وصلنا إليه. هنحن ندعو أهلنا وفصائلنا وأبناء شعبنا ليصحوا من هذه الغيبوبة التي يمر بها، وهذا السبات الذي يعيشه، لينظر لويلات أسرانا داخل تلك الضلاع. فماذا تعني حبة الأكامول أمام مرض السرطان؟ وماذا تعني حبة المسكن أمام النوبة القلبية؟ وماذا تعني تلك الوصفة البائسة من ذاك الطبيب المجرم لمن ينتظر أيامه الأخيرة؟ هناك جرائم في كل يوم تمارس، وهناك انتهاكات في كل لحظة تمارس. وعندما يأتي شبلا ثائرا يحاول أن يرسم بمسدس نهاية لمحتل غاصب، ترى العالم كله
يذكر أن هناك حقوقا للإنسان، وترى العالم كله يذكر أن هناك قوانين وضوابط، ولكن عندما يموت الفلسطيني فلا شيء ولا حتى استنكار إلى أي مرحلة وإلى أي انهيار، وإلى متى سنبقى صامتون؟ ألا يكفي؟ ألا يكفي في كل يوم شهيد؟ ألا يكفي في كل يوم أسير؟ ألا يكفي ذاك المبعد الذي ينظر إلى فلسطين عبر شاشة التلفاز؟ ألا يكفي لنا أن نصحو وأن نقول كفى؟ أي اتفاقيات بائسة، وأي سلام مزعوم، وأي أوسلو فاشل، وأي حديث في كل هذا إنما هو ضر للرماد في العيون، هو محتل غاصب، ونحن شعب تحت الاحتلال، شاء من شاء وأبى من أبى، وسيبقى الفلسطيني صمام الأمان، وسيبقى الفلسطيني المدافع الأول، وسيبقى الفلسطيني حامل العروبة، قلتها وسأعيدها، المهد ليس لبيت لحم، والقدس ليس للمقدسين، والقيامة ليس للمسيحي، هي لكم أيها العرب البائسون، فتحركوا ليبقى شيء قليل. فما قال؟ فقالت فتوى: في يدينا بقية فاستريحوا كي لا تضيع البقية، إخوتكم في حركة فات في مدينة بيت لحم. شكرا لكم. على هذه الأرض ما يستحق، وحق ما يستحق الحياة أولئك الأبطال في عرون المجد والبطولة، هم أحق بالحرية، وإن قتلوا ثائرا فستنبت الأرض ألف ثائر ليدهر هذا الاحتلال. والآن مع كلمة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع الأخت الأسيرة المحررة أحلام الوحش، فلتفضل. يعطيكم العافية. لا أريد أن أطيل لأنه إخوتي المناضلون سبقوني بالكلام، ولكن نحن من مهد المسيح عليه السلام نقول كاتحاد عامر الفلسطينية: أولا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الذين ارتقوا قبل يومين في جبل النار مدينة نابلس، وقبلهم في جنين، وقبلهم في كافة المحافظات. فكل التحية والمجد والخلود لكل شهيداتنا وشهدائنا، شهداء الكرامة والحرية والاستقلال. كل التحية لأسرانا وأسيراتنا في البستيلات الإسرائيلية. جئنا لنقول اليوم من ساحة مهد المسيح عليه السلام أننا كاتحاد عامر الفلسطينية نجدد العهد لمواصلة النضال جنبا إلى جنب مع أسرانا وأسيراتنا من أجل إطلاق سراحهم. ونحن في هذه المعركة اليوم جئنا لنقول للعالم مجموعة رسائل: أولا للعالم أننا كشعب فلسطيني وكمرأة فلسطينية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، أننا ماضون في قضية النضال من أجل تحرير الوطن وإزالة هذا الاحتلال، موحدون من أجل قضية أسرانا الفلسطينيون. أصغر شجل فينا يقف الآن هنا ويرفع صورة أحد المؤبدات المسلحين لنقول للعالم أننا شعب فلسطين مع المقاومة حتى دحر هذا المحتل. من هنا من ساحة المهد نوجه تحية لعرين الأسود التي أنعشت قلوبنا وردت الاعتبار لكل فلسطيني حر ولكل فلسطينية حرة. فكل المجد وكل التحية لعرين الأسود لشهدائها ولأبطالها. فنحن جميعا ملتفون حول المقاومة سواء بقطاع غزة أو بالضفة الغربية بكل مدنها وقراها ومخيماتها. نحن شعب نناضل من أجل الحرية والاستقلال، وكما حكاها أخي محمد: أي اتفاقيات وأي سلام؟ أي سلام يضحك علينا من 30 عام؟
زاد الاستيطان وزاد الاعتقال وزاد الشهداء كل يوم. مجموعة شهداء من بداية العام لغاية اليوم أكثر من 67 شهيد. فهذا ماذا يعني؟ يعني أننا نواجه احتلال نازي وكل حكي فراق قضية الاتفاقيات السلام. نحن نطالب العالم أجمع إنه يوقف هذا الصمت اللي ما هو ملتزمه، وهو عامل حاله مش شايف شعب فلسطيني عم بناضل وعم بعاني وعم يرتكب بحقه جرائم ترتكب يوميا بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. وإحنا بنقول للعالم أننا جميعا ملتفون حول قيادتنا الفلسطينية وملتفون حول برنامجنا الوطني اللي بيقول إنه إحنا بدنا نقيم دولة فلسطينية، بدنا نكون إحنا دولة مستقلة ذات سيادة. هذا اللي إحنا بدنا إياه، وعاصمتها القدس، وشاء من شاء وأبى من أبى. إحنا بدنا نقول لأسرانا إنه إحنا رح نكون معكم في معركتكم الباسلة. هاي معركتكم بلشت من أكثر من 10 أيام، والشباب عمالهم بالسجون ماخذين جملة من الفعاليات الصدامية مع الاحتلال. وب 24 الشهر احنا كان هذا يوم يوم الغضب الفلسطيني، يوم بكل المناطق بكل المحافظات الكل في نقاط التماس يقولوا للعالم وللاحتلال انه احنا موحدون حول قضية اسرانا العادلة، لانه اسرانا رفعوا شعار اما الحرية واما الاستشهاد. فهذا يعني استحقاق كبير، علينا جميعا ان نكون ملتفون حول هذا الشعار لنكون فعلا نحن نشكل حالة الزلزال تحت اقدام هذا المحتل، ونقول له هذا المحتل شئت ام ابيت سنناضل ونقاوم حتى دحرك وازالتك من كل اراضينا الفلسطينية. نعم نحن كاتحاد عمال فلسطينية ملتفون حول قضية اسرانا واسيراتنا، ملتفون حول قيادتنا الفلسطينية، ملتفون حول المقاومة الفلسطينية، ونقول نعم للمقاومة الفلسطينية لأنه هي الخيار الوحيد والأخير لنا، لأنه إحنا زي ما قال زميلي إبراهيم لنا الله وأيضا لنا المقاومة، بالمقاومة ما أخذ بالقوة يسترجع بالقوة، وهذا هو شعار كل المقاومين الأحرار. ونقول لكل أحرار العالم يجب أن تقفوا معنا وتعملوا زلازل في كل مناطقكم وعلى حكوماتكم من أجل الوقوف وقفة جادة مع الشعب الفلسطيني ومع قضية شعبنا الفلسطيني. ويعطيكم ألف عافية. شكرا لكم. نتمنى على الجميع من صور إخواننا صور الأسرى والبنات. نعهد أسرانا أن نبقى الأوفياء حتى نيل حريتهم. المجد والخلود لشهداء الأبرار، وعاشت فلسطين حرة.